امبارح للأسف يعني فقنا على صدمة لكل الوطن العربي، فقنا على أو سمعنا خبر وفاة فنان قدير جدا عرفناه من الحب وأشياء أخرى، رفيع بيه، رامي قشوع، علي سليم البدري، حمص، شخصيات ما ينفعش ننساها، شخصيات يمكن أثرت فينا بشكل كبير جدا وتحفرت بتفاصيلها وقصص حب اتربينا عليها أو اتربى عليها جيل كامل، جيل اتعلم الحب على شخصياته، بقاء لله في الفنان الجميل والقدير ممدوح عبد العليم. كانت صدمة كبيرة لكل الوسط الفني، لكل اللي بيحبوه، وطبعا لزوجته الإعلامية الجميلة جدا شفقي المنيري وبنته الوحيدة هناء اللي كانت لسه راجعه من لندن عشان تقضي اجازتها معاه ومع عائلتها في اجازه الجامعه. الله يرحمه، البقاء لله. رحل عنا ممدوح عبد العليم، لكن اكيد هيفضل باعماله اللي بقت جزء مهم جدا من حياتنا وبادواره اللي عشنا معاها، وهتفضل اعماله من كلاسيكيات السينما والدراما المصريه. والاخر وقت كان بيحضر للجزء السادس من مسلسل ليالي الحلميه اللي كلنا طبعا حبيناه عشان يكمل شخصيه علي البدري وقصه حبه الشهيره لزهر. الحقيقة كل أدواره مهما اختلفت كانت شخصياته بتمثل الحب بكل اختلافه، من أول مسلسل الحب وأشياء أخرى مع آثار الحكيم حتى أدواره في الضوء الشارد بشخصية رفيع بيه، واللي كان طالع بشخصية قوية وحادة، لكن محدش اختلف على طريقة حبه بكبرياء ونظرات عينيه العاشقة بحدة. حقيقي صدمة يعني جامدة جدا، خصوصا انه ما كانش بيشتكي من حاجة خالص يا رنا. كانت الصدمة الأكبر لناس كتير ان الوفاة نفسها حصلت وهو بيلعب في الجيم في نادي الجزيرة، يعني محدش فاهم ايه السبب. وبعد كده راح المستشفى اللي كانت قريبة من النادي اللي هي مستشفى الأمريكان أنجلو، الدكتور صرح انه دخل المستشفى متوفي بالفعل، ومش عارفين حقيقي اذا كانت ازمه قلبيه ولا ايه السبب. دخل الناس كتير قوي تسال، هو عادي انه بيحصل كده رنا؟ بما انك انت يعني خبيره في الحاجات دي، عادي ان واحد يبقى في الجيم بيلعب ويحصل حاجه كده؟ فعلا يا نهى، ده بيحصل. في ناس بتعمل مجهود زياده عن اللزوم، ممكن يكون في الجيم وهم قلبهم مش مستحمل المجهود او عضله القلب مش جاهزه ان حتى لو هو ما بيشتكيش من حاجه. ممكن يحصل، وبيحصل لناس تانية لو بياخدوا فات بيرنرز او اللي هي الادويه اللي بتخسس كمان، يعني في حاجات كتير قوي. عايز اقول لك كمان يا نهى، حاجه من الحاجات اللي الناس ما بتاخدش بالها ان انت ممكن تصاب بمرض في القلب وانت مش عارف. يمكن ده هو من الحاجات اللي احنا النهارده هنتكلم عليها، هنتكلم عن ازاي يبقى في كشف دوري للقلب، ازاي نعرف لو عندي مشكله في القلب، ازاي اعرف لو في اعراض معينه ابتدي اخد بالي منها، هل دي معناها ان انا عندي مشكله ولازم اروح لدكتور ولا لا. بس بشكل عام فعلا النهارده نهى لازم نتعلم كتير قوي عن القلب، عن صحه القلب، عن امتى اعمل التحاليل اللازمه والكشف اللازم.